يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه بإنسان عواجبة، وجه في اللغة يعني إيه؟ يعني هد صوت جامد كده، تخيل أنت سمعنا كلها صوت جامد خالص، فخد شاغلنا يعني كلنا ما هذا؟ فقال يا رسول الله ما هذا؟ صوت جامد خالص حتى ارتطام ارتطام اصطدام جامد خالص كده، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه صخرة ألقيت من على شفير جهنم منذ 70 سنة والآن وصلت إلى قعرها. الأمر فكري. أنت عارف مش شايف لو أنا أقول لك مثلا شايف يوم ليلة نازلة كده؟ طب يومين أسبوع؟ طب شهر؟ طب سنة يا كده؟ كانت 70 سنة نزول. الآن وصلت إلى قعرها. واحد بيفكر ده كله بيقول إيه؟ قبل ما ناخد الأسباب اللي هي النجاة منها إعرافها. لانه طريق طريق من اثنين، واحد يعني المهال واحد بس من اثنين، مفيش خلاص، يا ابيض يا اسود، يا جنه يا نار. فانت شاغل على نفسك عشان تعرف الدار دي، وانت بتستعيذ منها بتستعيذ من ايه بالظبط؟ اما عن طعام اهل النار والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الطعام ألا وهو ألا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. لا سبيل خير. أما في الصفات أذلك خير نزلا من شجرة الزقوم؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلها إيه؟ فتنة للظالمين. هو صفى بأنها إيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهنا مأخذ كان على المستشرقين قالوا إلى أين غضب في القرآن؟ إيه؟ أنا لما بشبه لحضرتك على حاجة ما شفتهاش بشبهها لك بحاجة تعرفها. يعني بقول لك ايه؟ انت شفت القلب قبل كده؟ لا، هو بيميل لشكل الكمثرى مثلا. لما تكون انت على حاجه في البلد الفلاني انت ما شفتهاش، وبوصف لك حاجه اقول لك زي ايه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ زي مثلا بوحدي كده، ما انت حاجه تعرفها. طب انا لما اوصف لك الشجره الزقوم واقول طلعوها ها؟ كانه ايه؟ طب انت شفت الرؤوس في الشياطين؟ لا. امال ايه دي بقى؟ علماء اللغة يقول لما انت يعني عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف مبهم بمبهم عايز يسيبك تتخيل كل ما يكون من شعور. العقل مفتوح والتخيل مفتوح، يبقى طلعها كانه رؤوس الشياطين ثم ان لهم عليها لشوبا ايه؟ من حميم. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الزقوم له إيه؟ لو أن قطرة من الزقوم أسيلت سقطت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. قطرة نقطة يعني نقطة بالقطرة كده، خدت نقطة بالقطرة لله مثل تعالى، وقيت على محيط ولا بحر ولا نهر ولا كلام كله، ورحت فأي واحد بقى ما هو كله مسلي لكله، ورحت منزل القطرة دي في بحار الدنيا، يبقى التخفيف بتاعها قد إيه؟ يكاد يكون منعدم القطرة بجوار البحار دي تكاد تكون منعدمة، لكن النبي بيقول لك لو نزلت إلى الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يقوم الزقوم طعامه وشرابه؟ عرفت انك لما تستعيذ عرفت انك تقص لسانك قبل ما تخش في ايده ولا نميمه ولا حاجه هتوديك المهالك. الموضوع هنا مفيش ضرر. يا ابيض يا اسود، فانت بنفسك وابتعد عن كل ما يكون سببا سببا ولو بعيدا ولو يسيرا. اما عن الشراب بالطعام، اما عن الشراب وان يستغيث لغته ايه؟
بماء كالمهلي يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت المخلفه كما قلنا من اقرا الكهف في كل اسبوع على الاقل. ارسلت محمد وسقوا ماء حليما فقطع. وصوت ابراهيم لما بيشرب ويتجرع صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني كل اسباب الموت حواليه وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذه النار حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقام عظيم حديد. هذا طعامهم وشرابهم فكيف لباسهم؟ قال الله عز وجل سوره الحج: هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا حتى اللباس اللي هيلبسه من نار. من نار. طيب ده الملبس خاتم اللباس الداخلي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ابراهيم: سرابيلهم يهدى حرفها سراويلهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. طب هينام على نار له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يعني الطعام نار والشراب نار والملبس نار ونايم على نار ومغطى بنار. احنا نقف عليهم دلوقتي دخلنا كده هنقف اوعى تيجي بس انا عايز حضرتك يكون عندك الجناحين مع بعض. اوعى تفضل تقول ايه ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم كده تخطا في حضره ذي الجلال. ما ينفعش. واوعى كمان تقنط. ما هي راحت اوعى تذاكر حلقات السنه اللي فاتت اللي قلت لك من اشد اساليب الشيطان يخليك تقنط براحه طبيعيه. لكن خلى عندك الخوف والرجاء جناحين. خايف من ربنا وخايف من عذاب ربنا بس عمري ما هقنط من رحمه ربنا. ربنا يقول نبي عبادي وان عذابي مغفور لك. اثنين واحد سنتين اوعى تنسى جديد. الطريق موصل لحد فين؟ يا اما يمين اللهم اجعلنا منه نار يا اما يمين والعياذ بالله. فاحنا بنقف عند الحاجات دي عشان ناخد حذرنا. ناخد ان احنا بنقول يا جماعه بنقف عند ما يكون من حال اهل النار. تعاذنا الله واياكم من شر سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفي ولا امنين. مفيش امنين مع بعض ومفيش خوفين مع بعض. خفت خفت من ربنا في الدنيا انك يوم القيامه. العكس امنت ربنا خلاص استحضرت كل حاجه كده وامنت من عذاب الله في الدنيا لازم تخاف يوم القيامه. وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفي ولا امنين. ان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه وان امنني في الدنيا خوفته يوم القيامه. هذا عن طعامهم وهذا عن شرابهم وهذا عن منقلهم وهذا عن ملابسهم. اما عن صراخهم واستغاثاتهم نرجو الامر الى الغد ان شاء الله عشان تعرفين الامر كويس قوي. ولما ناخذ سبب اسباب النجاه تعمل بها على قدر ما تستطيع. فاللهم انا نعوذ بك من اهلها وشرها وسمها يا رب العالمين.